عفوا يا ناراحت بودن به خاطر که افغانی هستیم نه، ولی به خاطر اینکه یه سری محدودیت داریم به خاطر افغانی بودن. ضیوف غیر مرحب بهم، مهاجرون افغان تعصف بهم رياح الغربة في إيران، موهوبون يجمعون شتات عزمهم ليخوضوا منافسات كرة القدم الرمضانية ويحصدون أغلى الجوائز. ضيوف على منطقة الجزاء على الجزيرة الوثائقية.